وهلا مشاهدينا وصلنا لفقرة الأبراج اليومية. برج الحمل مهنيا سارع إلى إصلاح البين مع الزملاء في العمل، لأنه لا يمكنك العمل وحيدا، كن على حذر من بعض المحيطين. عاطفيا، يتسلط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدما ويقدم الدعم والاهتمام والرعاية. أما برج الثور مهنيا قد تقوم بسفر أو تعرف مناسبة مهمة مع الأصدقاء، يخف الضغط هذا اليوم وتكون الأعمال ناجحة وفي أوجها. عاطفيا، تبدو لك الحياة أكثر انقشاعا وتفاؤلا باستطاعتك التحكم في عواطفك. قد تصطدم بالمحيط يا برج الجوزاء مهنيا، لكنك لن تعيش انفعالات شديدة وتجارب قاسية وتقدم على ما لم تفعله في السابق. عاطفيا، إذا أردت اتخاذ قرار مهم فليكن اليوم، ثم اترك الأيام المقبلة للحياة الروتينية. أما برج السرطان، لا تهتم بتصرفات الآخرين، فكثيرين منهم يعتمدون أسلوبا خاصا لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية. عاطفيا، علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجددا. نجاحات على الصعيد المهني يا برج الأسد، يحمل إليك هذا اليوم أخبارا طيبة ويتحدث عن نجاح وتوسع وحظ ونفوذ. عاطفيا، امنح نفسك والحبيب فرصة أخرى بغية التوصل إلى الحلول الناجعة بشأن العلاقة المضطربة بعض الشيء. برج العذراء، قد تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلما يراودك منذ الطفولة وتتركك في حالة صحية ممتازة. عاطفيا، قد تتعرف إلى شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقا إلى علاقة ودية وتكون نسبة النجاح عالية جدا. برضو كمان برج الميزان، فعنده تطور على الصعيد المهني يا هاني، فيسود جو من الفرح في محيط عملك يا برج الميزان بعد النجاح الذي حققته في أحد المشاريع. تابع عملك بنشاط واسعى وراء الأفكار الخلاقة والمبدعة. عاطفيا، قد تكون الهواجس المهنية الضاغطة مثقلة عليك، فتظهر بالتالي لا شعوريا تظهر بعدا أو غيابا عن الحبيب. أما برج العقرب، تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم مع الزملاء لإنجاز مهمة دقيقة وتنجح في ذلك. عاطفيا، تكون إيجابيا في تصرفاتك مع الحبيب ولا تكثر من الانتقاد وتخفف من ملاحظاتك السطحية. الأجواء مريحة يا برج القوس مهنياً لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل، حاول الاستفادة من ذلك ولا تفوت الفرصة. عاطفياً، قد يكون تغاضي الشريك عن تهورك هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه. أما برج الجدي مهنيا، لا يجوز أن تبعثر الطاقة في أمور أو مشاريع سخيفة، بل عليك التقدم مهنيا حتى تلاقي جهودك تقديرا. عاطفيا، تحاشى النزاع والجدال مع الحبيب، فقد يتطور الوضع سلبيا ودراماتيكيا فيتأذى من دون أي سبب وجيه. ولا مواليد برج الدلو مهنيا، ربما تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أنه من الصعب التوصل إليها،
وتلتقي أشخاص متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك عاطفياً. تختفي الهواجس وأسباب الغيرة ويطمئن بالك لسير الأمور وتغض النظر عن بعض الشوائب التي يتمسك بها حبيبك. أما برج الحوت مهنياً تمر اليوم بيوم غير جيد وقد تسمح بعض الأخبار التي تسبب لك الانزعاج. عاطفياً كن أكثر جدية تجاه علاقتك العاطفية وكن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها.